شكرا شكرا لكم شباب، اعطوني فرصه اشرح لكم اليه التصويت. شكرا حبيبي، الله يسلم، تسلم والله. 500 ريال عبد الله جميري مقابل 100 ريال الحبيب نزيد طويلي، اللي قبله زياد الشهري 500 ريال، من اللي كان ينافسك؟ عبد الله الشراري 300 ريال صح؟ طبعا احنا ما شرحنا آلية التصويت مع المسابقة عشان ما تدخل مع بعض. التصويت يا شباب راح يبدأ بكرة بإذن الله تعالى. بكرة حتبدأ بعد المسابقة مباشرة، بعد المسابقة زيد فرصتك يبدأ التصويت، لو تصويت الأسماء جميعا لو عن طريق الاس ام اس في طريقة التطبيق راح أشرح لكم إياها يوم الأربعاء لو الأبلكيشن. المسابقة أو التصويت هذا حيكون عن طريق الأرقام، حيطلع في الشاشة صورة المتسابق مع رقمه مع ارقام الارسال اللي هو اس تي سي موبايل زين. عشان تصوت لمثلا بدر قحطاني كم رقمك؟ 17، تكتب 17 وترسل الرقم سواء جوالك اس تي سي او موبايلي او زين، اكتب الرقم فقط، رقم اكتب الرقم وارسل. طبعا من خلال الجوال واحد تقدر ترسل كم رقم؟ كم مره؟ اوكي اي نعم، من جوال عادي مسموح الأرقام اللي طالعة في البروفايل تبعكم في التعريف تبعكم الأرقام من 1 إلى 24. هذا التطبيق حشرحه يوم الأربعاء بإذن الله، بكرة أو الثلاثاء أو الأربعاء، عفوا الأربعاء. إيش داخل السعودية وبرا السعودية؟ هذا الطريق عن طريق الأبليكيشن. طبعا أتمنى من المشاهدين الآن يحملون الأبليكيشن تبع قناة بداية، موجود في أب ستور وكذلك تبع جلاكسي، وش اسمه؟ أندرويد. أندرويد، يا سلام عليك. ينزل تطبيق قناة بداية. في تطبيق التصويت يبدي باكر. التصويت باكر. وتعلمنا يوم الأربعاء. والتطبيق يوم الاربعاء شلون؟ لا التطبيق بس في تحديث بسيط نخلصه ويبدا يوم الاربعاء. التطبيق سهل طريقته، بس اتمنى المشاهدين الان يحملوا تطبيق قناه بدايه موجود الان في الابلكيشن، تنزله مباشره تحفظه عندك. بكره او بعد بكره نشرح لكم اليه التطبيق، بس بكره راح يبدا تصويت طبعا داخل المملكه العربيه السعوديه فقط عبر رسائل اس تي سي موبايلي زين عن طريق ارقام المتسابقين. زياد شهري كم رقمك؟ 21. تكتب 21 وترسله، معناها راح صوت واحد لزياد الشهري. مثلا من جوالي ارسلت برضه 21 مره ثانيه، راح صوتين لزياد الشهري، نفس الاليه هذه. حزم هذا في التطبيق. في التطبيق موجوده؟ في التطبيق ينزلوه. موجوده ها؟ اي موجوده في التطبيق. ينزل التطبيق. عربي وانجليزي ما تفرق؟ اللي وشو؟ ما فرقت، ما فرقت، كلها واحد. طبعا عربي وانجليزي ما فرق الرقم، عربي او انجليزي بدون اسماء. ما اسمك؟ انا كتبت بدر قحطاني وارسل. لا الاسماء ما تنفع شباب، الاسماء ما تمشي معنا، هو السيستم ما يقبل الا ارقام، لازم ترسل رقم المتسابق نفسه 1 2 3 إلى 24 وترسله عبر الارقام اللي موجوده لتظهر تبعا على الشاشه. ما اسمعك معاذ؟ بعد مسابقه زيد فرصتك مباشره، يعني تقريبا 11:30. جميل. حيستمر الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه، السبت الساعة 5 العصر يتوقف التصويت، بعد العشاء نعلن اسماء المتأهلين. النسب متى تروح طيب النسب؟ تقريبا يوم الجمعة. حتختفي النسب. اي في البداية حتكون واضحة. كيف آلية النسب يا ابو يارا؟ هي نسبة وتناسب بين 24 100% قسم على 24. مهما الرسائل اللي وصلتك حتكون طبعا هي معروفة. طبعا الشباب البعض يسأل يقول كم صوت عشان اوصل 50% اللي هو التصويت المتسابق؟ ما يعتمد على عدد الاصوات، يعتمد على الكميه اللي وصلت للجميع. ثم احنا ناخذها والنسب نجمعها مع المسابقه مع زد ثقتك. مفهوم التصويت؟ تفضل المخرج. الحزم هل فيها اسعار معينه الحزم مثلا؟ كامله. طبعا الحزم اللي موجود في التطبيق حيكون لها مبلغ معين، حتجيك نقاط، النقاط هذه قيمه الرساله مثلا يقول لك نقطتين. طيب اذا ارسلت رساله معني راحت منك نقطتين من القيمه اللي دفعتها، حنشرحها لكم ان شاء الله بكره او بعد بكره. يعني الحين مفهوم؟ بس اس ام اس راجح. ارقام وشو؟ تقدر تذكرها الحين ولا تخليها؟ ارقام وشو؟ المتسابقين؟ لا ارقام ينزلون عليها. ارقام الشركات حيطلع بكره. ارقام الشركات حيطلع بكره بعد المسابقه. طبعا غير يختلف تماما. موحد الرقم ولا لا؟ عشان موحد الصوت. موحد الرقم؟ رقم وشو؟ رقم الشركه، شركات ثلاث. لا لا في اس تي سي موبايل زين، كل شركه رقم. اي نعم. كل متسابق يعني الرقم هذا يشمل المتسابقين كلهم؟ اي يشمل كل المتسابقين طبعا، بس ارقام يعني المتسابقين معروفه. رقم التصويت يا ابو ياسر. طريقه الحزم هذه تعرضوها كاعلان في القناه؟ كيف كاعلان؟ وضح. يعني مثلا موجود يعني الشرح ينزل للجمهور في القناه. يعني تحت موجود لك ارقام زين وموبايلي وطريقه تصويت، هل من كم؟ لا لا هذه يختلف تماما، لو التطبيق هو تحويل على رقم معين مبلغ مالي يجيك منها نقاط. النقاط هذه مثلا نفترض، خلينا نفترض انا ما ادري لسه المعلومه، جت دفعت 1000 ريال،
1000 ريال جاتك مثلا خلينا نقول 1500 نقطه، نقول 1500 نقطه هذه كل ثلاث نقاط تعتبر رساله. مفهوم الطريقه؟ هذه الابلكيشن، بس اتمنى المشاهدين ينزلوها الان، موجوده في الاب ستور ام الاندرويد. تفضل يا عبد الله. كم كلمه رساله الاس ام اس؟ اتوقع 500 ريال، 5 ريال عفوا. هذا رساله 500 ريال. او ماي جاد قرض والله. ما لا لا ان شاء الله 5 ريال اتوقع او 3 ريال. 5 ريال اتوقع ما خاب ظني. ها من عنده سؤال؟ ما اسمعك ترى يا قروض ربوية. قول امين. امين ان شاء الله اني اخش من ذا الباب باذن الله. الجميع 24 متسابق ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. طيب طبعا الحين بنطلع فاصل في ارقام المتسابقين تبع التصويت. الله يعطيكم العافية. شكرا. المتسابق فارس القحطاني السعودية. المتسابق عبد الرحمن الخضيري السعودية. المتسابق أحمد العديم السعودية. المتسابق محمد المكي مصر. المتسابق محمد الوهيبي سلطنة عمان. المتسابق محمد العبد الله السعودية. المتسابق هيثم الملحاني اليمن. المتسابق سعود فهد السعودية. المتسابق خالد حامد السعودية. المتسابق عبد الكريم الحربي السعودية. المتسابق يزيد الطويلي السعودية. المتسابق ظافر الشهراني السعودية. المتسابق سعود غربي السعودية. المتسابق عبد الإله الشراري السعودية. المتسابق سطام الرشيدي السعودية. المتسابق معاذ الجماز السعودية. المتسابق بدر القحطاني السعودية. المتسابق تركي محمد السعودية. المتسابق عبد الله الجميري السعودية. المتسابق محمد الشمري الكويت.